حكم ركوب تاكسي لفتاة واحدة في الليل لكن بشوارع منورة يختلف يا حبيبنا. في داون تاون في وسط الزحام والدنيا فيها رخصة، على هاي واي وعلى طريق طويل وفي مكان منقطع أو في وقت متأخر من الليل ما ينفعش، وإن كانت كل الطرق من على الجانبين يعني منارة. فالفكرة أني ليس التاكسي دائما خلوة، ليس دائما خلوة، لكن يختلف الأمر باختلاف الحال، في أثناء النهار أو في الليل في الزحام وفي منطقة مكتظة بالناس لا بأس بهذا، لا تعتبر خلوة. لما خدتها على طريق صحراوي على هاي واي في مكان بعيد في منتصف الليل هذا لا يصلح، والخلوة في هذا واضحة.